فقط نقول اعلان موريتاني مع رئيس الجمهوريه الشيخ محمد بن عبد العزيز القزواني عنها بدات عهد جديد من المصالحه بينها ومن تهدئه الامور وخلق جو للتنميه. هي التنميه ما تقدر يكون هذا الشركاء يبدو التنميه يبدو ممكن على السيد مارو اللي يعدلوا والفاعلين السياسيين والحكومه والناس كامله اللي عندها دور فعلا تقدر تشتغل بهدوء ما 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 مرضها شنو المشاكل الاخرى اللي على كل حال بتعود عزرائيل بتعود الى حاصل من الشيء. وهذا هو اللي احنا اليوم صدد تجسيده واقع على ارض ولايه الحوض الغربي من خلال مبادره اللي مبنيه على مقاربه تشاركيه متقاسمين فيها كاملين شتى اخبار في مشاكل مطروحه، مقاربه فريده من نوعها عدد السيد الوالي. واحنا بعد كواجهه سياسيه واجتماعيه متبنينها وان شاء الله ندور نواكبوها معه. قال حد من المخالط عنه ان النواب من فتره ما قد شاركوا معك بالانتخابات، هذا حق اللي هذا يشوفنا دائما في الماضيه نقدروا نقعدوا كاملين نفرتنا وحده. كان خالد احنا انتخبتونا النواب شو ذيك الغرفه الذكيه ولا عدوا ذي شغلتنا. هون على ارض الواقع ما كان فهم جو صراحه ما يسمح لنا بالشارع. نعدوا لكن اللي بدنا نعدوا لغايه التصفيه الانفراديه. اليوم بدنا نحطوا عن هذا الوفد انه متكامل وفي ناس كامله اللي معنيه بالشان العام لمستوى ولايه الحوض الغربي ومقاطعه لهم صفه خاصه من منتخبين ومن سلطات ومن مجتمع مدني ممكن تكونوا كمواطنين مستفيدين من هذا. قعود في ارضيه خاصه من هاي السنه ارضيه صعبه. لا هنا نشدوا اخبار اللي مطروح بالمشاكل شنو هو تحديات وذا اللي نقدروا نطرحوا شنو. وهذا مسخر له سيد الوالي مجهود خاص من معاونينه اللي كامل قدروا سجل وراجعين عنه ان شاء الله في نهايه الجوله لا يتمخض عن وثيقه. وهي مرجعية للعمل اللي هو تعاونوا اللي كاملين كنا من موقعه ونحاولوا عن ذاك اللي من يقعدوا عدل هون سيد الوالي نتابعه معه على اساس هذا نعرفه كل مرحله نجابه معه ونقولوا هذا يعدل وهذا ما بات يعدل وذا مال ما يعدل وذا الاسباب اللي ما شبيهه. كذلك اذا انه يتعلق بنواقشه مودي تعاونوا عليه نعودوا كل فتره لان قاعدوا نقوموا الحصيل اللي يعدل شنو هو المزايا اللي يعدل لكن حيدوا العوائق كاملة اللي قد نعملنا التنفيذ. وهذا لأنه هو المهم المشاكل حقيقة المحلية المطروح منها هذا مغلي تعاونوا عليه كاملين والأول منه أنتم كمواطنين اختيروا الشيء ما لازم منه أنه قاعد ما يلحق الإدارة وعن النزاعات العقارية والله شيء نكتب حقيقة عندها مغلي عندها مرجعيات اللي تنحل بيهم ما عادت المشكلة بين القبائل. احنا هون ما تنا قبائل بين اللي كان عندهم مبررات بين الناس صح حد كان هون ضارب ما هي راضيته في جرحه اللي بيسبب دخله. اليوم احنا كاملين ساكنين ولا عندنا ما هو هذا المكان اللي هو وفرع اللي انت عايشه كنا يحمل الثاني كنا من اللي يخلي شيء كانوا يتعايش مع الثاني. وهذا حقا هو العقلية اللي يلا نبنوا عليها نسوا لعملنا الجاي وماني خايض في على كل حال محتوى هذه المغاربة به اللي درج عليها الوالي وبأسلوب أبلغ من اللي قلنا احنا كاملين فقط باسمكم شاكر مرة أخرى وقايلوا عنا عاونوا وذاك اللي مخصوص حضورنا كان يدور إن شاء الله ويشوفنا مرات ضمان الحياة من اللي راجعين عنا يتكرر هذه الفرصة مرات عديدة وعودوا كل مرة المرة الجاية لا نقول لكم هذا وعدل منه كذا وحصيلة هاي هنا نتأكدوا منها وحييكم راجعكم إن شاء الله عن أصحاب الجعجلانة عن ما يحشد يخدمونه تنزل في باركة.